الراحل أنه في حياتنا الروحية مفروض نبتعد عن الشر ونعمل الخير، ويبقى أمامنا السؤال إيه هو الشر وإيه هو الخير، والناس ساعات يكون لها أفكار في الموضوع ده. طبعا الخير هو البر وهو الطهارة وهو النقاوة وهو عمل مشيئة الله، ولكن كثير من الناس لا يعرفون أين يوجد الخير. زي مثلا أب يقسو على أولاده قسوة شديدة جدا ويفتكر إن ده خير إنه بيربي أولاده، بيقول علشان الأولاد ما يغلطوش، أو يعامل امرأته بحزم وخشونة ويفتكر إن ده خير، أو شخص ينتقم لمقتل أبيه أو أخيه ويفتكر إن ده خير، أو واحد يقتل أخته إذا أخطأت ويقول أنا بغسل شرف الأسرة ويفتكر إن ده خير، ولو ما عملش كده ضميره يوبخه. إذن لابد إن كل واحد يعرف في الأول ما هو الخير، ما هو الخير، لأن برضو الكتاب المقدس في يوحنا 16 قال السيد المسيح تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وهذا بيفتكر إن ده خير. وهكذا بنسمع يوم بعد يوم عن بعض اغتيالات أصحابها يفتكروا أنهم يعملوا خير، أو شخص يركب عربية مفخخة ويرتكب بها جريمة ويموت ناس يفتكر إن ده خير، خير للبلد وخير ليه هو، يعني يفتكر أول ما يموت يروح الجنة على طول ففكر إن ده خير. فلابد أن نعرف ما هو الخير، سواء معرفة الخير بالنسبة لينا عشان نسلك في الخير، أو بالنسبة لأحكامنا على الناس، يعني لما نحكم على الناس هل العمل بتاعهم ده خير ولا شر، هل أخطأوا أو لم يخطئوا. ولذلك كتير من الناس اللي بيقعوا في خطية الإدانة وبيدينوا غيرهم، يمكن بيدينوهم وهم ظالمينهم ومش عارفين فين الخير وفين الشر. ولذلك ليس من الخير أن تحكم على أحد بسرعة، مفروض يكون في شيء من التروي والفهم قبل ما تحكم على حد لألا تظلم حد. وأيضا في معرفتك للخير لازم لا تعتمد على نفسك فقط، الكتاب بيقول على فهمك لا تعتمد، اطلب من ربنا ان يرشدك من جهة الصلاة. ومن الناحية العملية ممكن استشارة غيرك، وانتم عارفين تلك العبارة المشهورة الذين بلا مرشد يسقطون مثل اوراق الشجر. من اجل هذا ربنا اوجد المشيرين واوجد الاباء والمربين سواء كانوا الوالدين أو غيرهم، لكي عن طريق هؤلاء ممكن تعرف الخير موجود فين. تستشير، وأنت حينما تستشير إنما تضيف إلى عقلك عقلا وتضيف إلى خبرتك خبرة عشان تعرف إيه فين الخير يكون موجود فين. على شرط إن الذي تستشيره يكون شخصا حكيما عليما بالأمور لئلا يضللك، زي ما قال الكتاب يا إسرائيل مرشدوك مضلون، وزي ما قال السيد المسيح أعمى يقود أعمى كلاهما يسقطان في حفرة، وشبه الفريسيين
بالقادة العميان سماهم كده. ولذلك حتى في الإرشاد إلى الخير دي مسؤولية، اللي بيرشد غيره مسؤولية، فإن أرشده بطريقة خاطئة يبقى ينطبق قول الكتاب نفس تؤخذ عوضا عن نفس، ربنا يجازيه بدلا من خطأ ذلك المخطئ. وإن استشر برضو ضع في ذهنك وصايا الله وكلام الله أمامك، وصايا الله وكلام الله أمامك لكي تعرف الخير بالضبط. ومش بس كلام ربنا، تفسير كلام ربنا، لأن جايز إنسان بياخد آية ويفهمها غلط، وهي الآية كلام ربنا صحيح، لكن الفهم الخاطئ للآية بيضيعه. وإن حد أرشدك أي إرشاد ضد وصايا الله تقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. أيضا في معرفة الخير لابد يكون في نوع من الاتضاع، لأن بالاتضاع الواحد بيشاور، وبالاتضاع الواحد بيصلي يقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. لحتى التلاميذ في اتضاع قالوا للرب علمنا أن نصلي، وفي حد ما بيصليش، وكل الناس عارفة تصلي ازاي، لكن باتضاع طلبوا أن يعرفوا كيف يصلون فعلمهم الصلاة الربانية. أنت ممكن تعرف الخير عن طريق الفهم والعقل المضبوط، عن طريق كلام الله والتفسير السليم، عن طريق الصلاة، عن طريق المشيرين، عن طريق الضمير، بحيث أن الضمير يكون ضمير صالح، لأن في ضمير ينحرف وضمير مخطئ، والضمير نفسه بيستنير بالمعرفة وبالتوجيه وبالتوعية. في فرق بين ضمير مستريح وضمير صالح. في ضمير يستريح للخطأ، زي ما بقول لكم اللي بيقتل أخته إذا زنت ضميره بيكون مستريح انه قتلت، لكن ده ضمير منحرف، ضمير مخطئ. لكن الكتاب بيتكلم عن الضمير الصالح، وبولس الرسول في اوقات كثيره يقول انا بضمير صالح امام الله بعمل كذا وكذا وكذا. فيبقى اول حاجه في الخير انك تعرف ما هو الخير، سواء بالعقل أو بالضمير أو بالمشورة أو بكلام الله إلى آخر. بعد كده إذا عملت الخير ينبغي أن تنساه. يعني تنساه؟ الإنسان الخير هو الذي ينسى ما فعله من خير، لأنه بيفكر في خير آخر يعمله، ما يقعدش يفكر في الماضي. ومن هذا المثال بولس الرسول اللي قال أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، يعني أنسى الأعمال الطيبة اللي أنا عملتها وأمتد إلى أعمال طيبة أخرى أكثر نموا وأكثر خيرا وأكثر عمقا وأكثر كمالا. فاعمل الخير وانساه، ما تقعدش تفكر فيه. وايضا اذا عملت الخير ما تفتكرش في نفسك انك انت اللي عملت الخير، والربنا هو اللي عمل الخير عن طريقي، وكان ممكن يكلف اخر بانه يعمله بطريقة افضل من اللي انا عملتها. او لولا ان ربنا اداني الفرصة واداني الفكر الصالح ما كنتش عرفت اعمل حاجة. ف
تنسب الخير إلى ربنا. كمان ليس الخير إن حسناتك تزيد على سيئاتك، ربما سيئة واحدة تضيع الإنسان كله. أنت فكركم إن الإنسان الشرير هو اللي عمل كل الشرور اللي في الدنيا؟ جاي الشر واحد فقط تضيعه، جاي الإنسان بيقع في خطية واحدة والخطية واحدة يتضيعه، زي إنسان مثلا مضيعه خطية القسوة، إنسان مضيعه خطية الظلم، إنسان مضيعه خطية الطمع، إنسان مضيعه خطية محبة المال، إنسان مضيعه خطية الزنا، وجايز يكون في الأمور الثانية ماشي كويس. لما تفتكرش في الخير إن ممكن الحاجات الكثيرة الكويسة اللي أنت بتعملها تغطي على الحاجات الوحشة، أو إنك أنت تغطي على خطية بفضيلة معينة. لا، حيثما هزمك الشيطان ينبغي أن تنتصر، مش تنتصر في ميدان آخر، لا، في نفس النقطة اللي أنت وقعت فيها، لأن زي ما بقول لكم ربما خطية واحدة تضيع الإنسان. تماما زي ما نقول ثوب جميل جدا لكن بقعة واحدة بس تفقدوا نظافته، مش معناها ان يكون كله بقعه من اول لاخره، بقعه واحده تفقدوا نظافته. او اكله جميله جدا ولكن فيها ميكروب واحد، او الميكروب الواحد ده ممكن يضيع الاكل، او انسان صحته كويسه جدا بس فيروس واحد مضيعه. فممكن خطية واحدة تضيع الإنسان، نقطة واحدة تضيع. فينبغي للإنسان اللي عايز يسلك في حياة الخير إن لا توجد شائبة واحدة تشوب نقاوة قلبه، ولا يغطي على خطاياه بفضائل أخرى. كمان الخير اللي انت تسلك فيه هو رحلة نحو الكمال. يعني ايه رحلة نحو الكمال؟ يعني ما تقفش عند حد. الخير كالماء، طول ما الماء بيجري لقدام يبقى كويس، اذا وقف يبقى ماء راكد ويتحول الى ماء غير صالح للشرب. الخير دايما يمشي لقدام، ينمو، واذا وقف نموه يضيع. وده اللي بيجيب الفتور عند بعض الناس، ان يبتدي يصلي ويقف عند وضع معين يتسلط عنده ويتجمد عنده، فيجي وقت يصل الى الفتور لان عايزه لازم يمتد ينمو. في كل فضيله لا يكفي أن تعمل الفضيلة إنما أن تنمو فيها. كمان ليس الخير هو مجرد عمل الفضيلة، لا، لأن جايز إنسان بيعمل فضيلة تظاهرا أمام الناس، جايز بيعمل فضيلة رياء، جايز بيعمل فضيلة لكي ينال مديح من الناس، جايز بيعمل فضيلة خجلا من انه يخطئ. فالخير في طبيعته الاصلية ليس هو عمل الفضيلة انما هو محبة الفضيلة، محبة الفضيلة، ومن اجل ذلك بيعملها. فان عملت الخير دون ان تحبه يبقى مش خير حقيقي. يعني لابد من محبة الخير، زي واحد بيدي للفقراء، جايز بيدي للفقير كأنه بيدفع ضريبة ومتضايق كأنك بتقطع من لحمه واسمه بيعطي، لكن عطاء غير مقبول، لأن الكتاب بيقول المعطي بالسرور هو اللي يحب ربنا. يبقى لابد مع العطاء محبة العطاء وعدم التذمر منه.
وإلا يتحول الخير إلى مظاهر من الخارج. عشان كده ربنا قال يا ابني اعطيني قلبك، خلي قلبك محب للخير، محب لربنا، محب للوصية. يعني تنفيذ الوصية شيء ومحبة الوصية هي الشيء الأفضل. لذلك السيد المسيح بيقول من يحبني يحفظ وصاياي، فتحبه وتحفظ وصاياه. عشان كده ربنا قال يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. يعني القلب في الأول وبعدين الطاعة والتنفيذ دي اللي بعد كده نابعة من القلب. لهذا عندما نتكلم عن عمل الخير لابد أن نتكلم عن الدوافع التي تدفع الإنسان إلى عمل الخير، الأسباب، الأغراض اللي بتخليه يعمل الخير. كمان عمل الخير ليس عملا طارئا مؤقتا أو في مناسبة من المناسبات، لا، المفروض عمل الخير يكون حياة، يعني مش مرة وخلصت في مناسبة وانتهت، لا. فإن عطفت على أحد يكون عطف دائم، مش مرة عطفت وخلصت زي ولد صغير طبطبت عليه وآخر مرة، لا، المفروض باستمرار يكون هذا العطف موجود. ما دام الخير بيصدر من القلب، لذلك بعض القديسين قال ان الخير هو استبدال شهوة بشهوة، استبدال شهوة العالم وشهوة المادة وشهوة الجسد بشهوة الصلاح وشهوة الفضيلة وشهوة الحياة مع الله، استبدل دي بدي. ولهذا فاللي يحب الخير يحب ان جميع الناس يعملوا الخير. يعني في بعض امور من امور العالم بيدخل للناس في تنافس، وما يحبش واحد ان يجد له منافس في الميدان بتاعه، لكن في الخير يحب ان جميع الناس ينافسوه في الخير، يحب ان كلهم يعملوا. اللي بيخاف من منافسة الناس ده معناها خلص الخير بالذات، بذاته، بمجد ذاته عن طريق عمل الخير. فعايز المديح كله يكون لنفسه ما يكونش الحسد آخر. والخير هو تكامل الفضائل مع بعضها، يعني ما تكونش فضيلة على حساب فضيلة، زي المثل الأولان اللي قلت له، واحد من أجل تربية أولاده بيقصوا عليهم. أخو فضيلة التربية ضيعت خطية القسوة، فلازم تكون الاثنين فضيلة من دي وفضيلة من دي، ما يكونش واحدة ضد الثانية. والخير ليس مجرد سلبية، انك ما تعملش خطية، ما تعملش كذا ولا كذا ولا كذا، انما هو ايجابية، تعمل اشياء كويسة. ولذلك الجميلة جدا هذه الآية اللي ربما سمعتموها مني اكثر من مرة، قول معلمنا يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. يبقى مش بس الخير انك تعمل حاجة كويسة، ما تعملش حاجة وحشة، لكن اذا قدرت تعمل حاجة كويسة وما عملتش يبقى دي خطية. ما دام الخير بالشكل ده يبقى ينبغي ان توسع دائرة الخير اللي عندك،
توسع طاقاتك وقدراتك على عمل الخير، ويكون نمو الخير هو نمو نحو اللا محدود غير المحدود، نحو الكمال. ومن هنا يكون الخير مستويات. الإنسان العادي بيعمل خير، الإنسان القديس بيعمل خير أزيد، مستوى أكبر من ده. ربنا يعمل الخير المطلق الذي لا حدود له، والناس باستمرار مستويات في عمل الخير. ولذلك لما انت تقعد تقرأ صلوات بعض القديسين ويقول أنا الخاطي، أنا النجس، أنا اللي جنسي ونعتي، ما تفتكرش أنه واقع في الخطايا اللي بيقع فيها الشخص العادي. بتلاقي الخطأ الذي ينسبه لنفسه هو درجة أقل في البر، لكن مش درجة متدنية في الشر أو في الرذيلة. ويبقى الإنسان في الخير مفروض يعمل مشيئة ربنا وينمو في عمل مشيئة ربنا لغاية لما يصل إلى وضع يسلم حياته تسليما كاملا لله ولمشيئته، بحيث يقول لربنا أنت يا رب أنا من ذاتي لم أعمل شيئا، كل شيء بك كان وبغيرك لم يكن شيء مما كان بالنسبة لحياتي. يعني طبعا الآية بقيلة بالنسبة للخليقة، لكن بالنسبة لحياتي مفروض تبقى كده، كل شيء بك كان وبغيرك لم يكن شيء مما كان. ولما تعمل خير مع الناس لا تنتظر إلى أن يطلبوا منك أن تعمل لهم خير، إنما تكون لك المبادرة والسبق ومن تلقاء ذاتك ومن غير ما حد يطلب منك. كذلك في الخير تكون وسائلك في الخير وسائل خيرة، ما تمشيش بالمبدأ المكيافيلي الغاية تبرر الوصفة، أو إنك أنت ترتكب شر يوصل لخير. لا طبعا، ما هو ساعات الشيطان لما يلاقي إنسان مصر على عمل الخير، لازم هيعمل الخير هيعمل الخير، يقول له زي بعض اعمل الخير بس خدني معاك أشرح لك الطرق، وبعدين يتوهوا في السكة في الوسيلة، يسلموا فيه خير بس وسيلته خاطئة، زي واحد يكذب لكي ينقذ إنسانا. أو كلمة ينقذ إنسانا ده خير في الهدف، لكن في الوسيلة بالكذب يبقى غلط. فلازم يكون الخير خيرا في ذاته، في هدفه او دوافعه، وخيرا في وسيلته، يبقى خير مظبوط. واحد ما يقدرش على وسيله سليمه يدور على وسيله خاطئه. واحد يقول لك انا وقعت في مشكله، اقول له بس تعالى انا اخرجك من المشكله دي، وتجيب له حيله ورا حيله ورا حيله، وربما يكون كلها مليانه بالاخطاء. الحيل دي طريق سهل، لكن الخير كل ما تبذل مجهود لكي تفعل الخير تكون مكافئتك اكبر، غير الطريقه السهله دي اللي ما فاتش فيها. وبقدر الإمكان حاول تكون النتائج مظبوطة.